أو جه أو تمام يا حضرة العمد. إيه يا ولد؟ اداك قرش ولا تعريفه وقال لك روح قول انا مش هنا؟ دي ما هو يا حضره العمدة. امال اداك ما ادانيش حاجه والخدمه الشريفه دي بس يعني زي ما تقول حضرتك كده الطريق كان زحمه كان مليان بط ووز وسلطات وعيش وكده. ايوه وانت عايز ايه يا ولد؟ جنابك اللي عايزني يا جناب العمدة. ايوه جالك كلام يا مبروك؟ ايوه جالي يا عمدة. عرفت ان انا كان عندي حق؟ اما وانت تغلط عمرك. قول لي يا ولد ازاي الست والدتك؟ بخير والحضره بخير والحمد لله يا حضره العمدة. طب كويس انها بخير والله. انا سامع بقى ان انت عريس جديد. قال دخلتي تاني يوم العيد. مين؟ دخلتي تاني يوم العيد وجنبك اول المدعوين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كده على خير باذن الله. ابوك لو كان عايش يا ولد كان هيفرح بيك قوي قوي والله. قول لي بقى وديت فين بقى البهيمه اللي انت سرقتها من الزريبه عندي؟ اظن لسه ما بعتهاش. بهيمه ايه حضره العمدة؟ ايه يا ولد انت مسجل بهايم والدفاتر بتاعتك بتقول ان انت ملطوط في سرقه بهايم قبل كده بس طلعت منيه انه بدي بقى يا حيل ومش هتطلع ولا بالطبل للبلدي. يا حضره العمدة بدك تهاري اخرس يا ولد. وحضرتك عايز مني ايه يا جناب العمدة؟ ايوه حلو عايز مني ايه دي؟ ايوه كده العقد جاهز يا شيخ مبروك. امال العقد جاهز والبصمه جاهزه وكل حاجه تمام باذن الله. اتفضل يا عمد. شوف انت عرفتك حلوه يا ولد. العقد جاهز والبصمه جاهزه وكل حاجه تمام. يلا ابصم لنا بقى بصمتك الحلوه كده يا عريس. انا يعني لو تسمح لي يعني يا رايح يا واد يا محروس يا ابن ابو سالم ما تنت يا ولد اهدي. يا ابو الشيخ مبروك انا لا بعرف لا اقرا ولا بعرف اكتب. انا عايز حد يفهمني بس انا هبصم على ايه؟ لا ما حدش هيفهمك عشان انت فاهم وعارف كل حاجه وبتستهبل. لا حد هيقرا لك ولا حد هيقول لك. اهو العمدة قال لك اهو. يلا يا ولد ابصم بقى عشان هتاخد قرشين حلوين والله ينفعوك في الجواز. ده انت داخل على جواز وعيدنا يا رب. ابصم. مش هتبصم. امسك يا شيخ مبروك. يا ريت مش هتبصم. اهو. انا مالي بدل اتهرق. مالي يا واد ابصم وارحم الخفيه. ابصم. استغفر الله العظيم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا واد افهم بقى يا ولد. بقالي ساعه عمال اقول لك ان طاعه ولي الامر من طاعه الله. وبعدين العمده عثمان دي يا ولد زي اخوك الكبير. رايد لك الخير ما تعصيش دماغك امها. خلاص يا مبروك فيه ايه؟ احنا اول مره نشتري ارض ولا ايه؟ كده الكلام طول قوي يا ولد. حضرتك جنابك اللي بتطول في الكلام. ولا اختي تقولها ايه؟ انت بتكلم واحد صاحبك على قهوه دي جنب العمده يا ولد. يلا يلا محروس ابصم على العقد وبعدها باخد الفلوس من جناب العمد. اخد الفلوس الاول وقبل ما ابصم على اي حاجه كمان. ايه لو انا يعني ما اقدرش اخد منك الفلوس بعد ما اديها لك وما اقدرش كمان ابصمك على العقد دي من غير ما اديك مليم احمر. وليه كده يعني يا وادي؟ فهم الا المبلغ اللي بيقول لك عليه جناب العمد مش قليل بالنسبه لحته الارض اللي انت بتتكلم عليها دي. يلا اقعد امضي على العقد. لا قليل وقليل قوي كمان يا ابو الشيخ مبروك. وبعدين انا داخل على جواز وخلفه وعيال وما حلتيش غير حته الارض دي والدار. ارميها يعني كده ولا كنت ارميه ايه؟ اسمع بقى يا واد انت. انا بقول يعني ان انت لسه صغير وعقلك على قدك. لكن انت عليك سابقه قبل كده. فلو دخلت السجن يا حبيبي لا هيبقى في جواز ولا خلفه ولا دياول. وادخل السجن ليه بقى ان شاء الله؟ وان كان على السابقه اللي انت بتقول عليها يا عمدي فالناس كلها عارفه. وانت كمان عارف ان ولاد عمي بلغوا بلاغ كيدي عشان خاطر خناقتنا سوا. والحمد لله طلع بلاغ كاذب وخدت براءه. يعني كان مغرزه معمول فيه يا واد افهم. اقسم بالله العظيم تلاته. خلاص يا مبروك خلاص احنا مش هنقعد نهاتي. اثبت يا واد يا حرام انت هنا مكانك. حرام ليه وانا سرقت منك ان شاء الله؟ انت تخرس خالص. هات لي واد البيه المامور على التليفون. انا هربيه واعرفك ازاي تتكلم مع جناب العمدة. اهدى يا عمدة واقعد اهدى امال الله. ايوه ايوه يا طلال. ايوه جناب العمدة محتاج جناب المأمور. هي زادت ولا ايه؟ جناب المأمور اهلا وسهلا. حاضر. دي كده باظت خالص. لا يهمك يا عمدة. جناب المأمور عايز اهدى. ما قاليش. ايوه معالي الباشا. اهلا وسهلا. يا مساء الانوار. لا باشا طبعا. حتى يا سيدي لو لغوا الالقاب البشوات بشوات والاكابر اكابر. ايوه امال ايه؟
لا سعادتك مش خير خالص. فيه واد حرامي هنا سرق زريبتم البهيمه عندي، سرق بهيمتم الزريبه عندي. لا الغفر بتوعي قبضوا عليه ومتحفظين عليه. كذاب كذاب في اصل وشك. سامع يا باشا؟ شايف بيكذب وبيشتم ووشه مليان كدب اهو. شايف سعادتك؟ بتشكرين يا باشا؟ ربنا يخلي معاك ليني. مع السلامه. وايمانات اللي انا بيع لك شبر من ارض ابوي. يا واد عيب يا واد، انت بتكلم العمد حتى لو اديتني قد ثمنها مرتين. يا واد اختيش يا ولا هلا التيشر الحليم، امال ما انتش عارف اللي هيحصل لك. انا مانيش خايف بقى من حاجه، واللي عندك اعمله. انت بتقول اللي عندك اعمله؟ طب انا مش هعمل حاجه، خليك بغيظك بقى كده. شوف انا مشروع لي ان اضربك واعدمك العافيه بالقانون، بس انا برضو بقول الوقت لسه ملكينا يا محروس. انا ممكن دلوقتي اكلم جناب المأمور واقول له انا اتنزلت عن البلاء والبهايم رجعت والمسامح كريم واني سامحت. يا واد انا مش عايز اظلمك، انا بحبك، ده انت زي اخوي. انا ما لياش اخوات وانت مش زي اخوي. اسكت يا ول، اسكت يا محروس. لا مش هسكت ومحدش يقدر يسكتني. انا ممكن ابيع لك يا عمده ماشي، بس برضايا وبخطري وبسعر كامل اللي انا اقول عليه. ما تفتريش عليا يا عمده وتاخد ارضي كده بالعافيه. عافيه؟ اخرس يا واد يا حرامي يا نوري يا ابن الكلب. والله ما حد حرامي ولا ابن كلبك لك انت يا عثمان. عمر يا واد انت البلطجيه انت وهو، وصوم على الهدف ده. ورا بلطجيه معبر. يا سلام يا ابن الكلب، اجري وراه. هاتوا ابن الكلب ده، امسكوه موتوه، هاتوه عشان اموته. اجري يا واد انت وهو. كلهم جريوا. فين مبروك؟ مبروك جري هو كمان بقى كده. مبروك ايه دي؟ الواد هرب. ايوه هرب ابن الكلب. والله كنت هموته يا عمد. المهم انت اقعد اقعد. الف سلامه ليك يا عمد. يا ابن الكلب قول لي الطلقه جات لك فين؟ ما جاتش فيا، جت جنب دراعي كده. الحمد لله. طب بقول لي ايه؟ اربط لك صباعك عشان الناس. بقول لك ما جاتش فيا، اربط لي دراعي كله. طيب هاتولي زناتي عشان يطببني. ايه يا عمد خير؟ ايه اللي حصل؟ ضربني بالنار ابن الكلب. ايوه والطلقه جت فين يعني؟ جت جنب دراعي كده اهو. جنب دراعي كده اهو؟ ايوه يعني انا عالج ايه دلوقتي؟ عالج جنب دراعي كده اهو. يا عمدي دراعك دراعك في حاجه؟ ايوه اهو دراعي بقى من ساعتها عامل كده اهو. كل ما اجي افرده كده ما يتفردش، اجي افرده كده ما يتفردش، ما بيتفردش كده خالص. اتصرف انت بقى. ايوه ايوه هي ضربه النار بتوجع انا عارف. استحمل، هي مؤلمه حبتين. اي استحمل يا عمدي. اي معلش هي بتوجع. اه الحمد لله اهو اتفرد اهو. ايدك فيها الشفة. تشكر يا عمدي. ابعد عن الحوادي والتقالي. ماشي. اي خدمات مني تاني يا عمدي؟ هات يا بيت. ايه ده كله ليه؟ ليه؟ خد قرش اهو وحسك عينك تقول الطلقه ما جاتش في دراعي. هقطع خبرك. الطلقة جت في دراعك يا عمدي، ما تقلقش، الكفر كله هيبقى العلم. الطلقة جت فين؟ في دراعه. الطلقة جت فين؟ في دراعه. بالإذن. والحمد لله رجلي خفت. ايوه سلامتك يا عمدي. ما سمعتيش؟ قال لي ابعد عن الحوادث. قال لك الطلقة جت فين؟ في دراعه. قال لك الطلقة جت فين؟ في دراعه. قال لي ابعد عن الغباوة. حلوة. يا بيت يا بيت تنطقي وقولي لنا الواد ده مستخبي فين؟ طب حتى قولي لنا هو مستخبي فين؟ يا بيت احنا تعبنا من اللف، دورنا في كل حتة، دورنا في كل خون، في كل كون، في كل مصيبة. وبعدين بصي أنا عايز أطمنك، اطمني خالص. حط ببطنك بطيخه صيفي، هو بعون الله رايح في داهيه. في داهيه رايح، رايح في داهيه اهو. طمانك اهو. قولي بقى خايفه ليه؟ خايفه ليه بقى؟ ولا تكوني خايفه ليه بقى؟ ما هو الرئيس طمنك وقال لك ان الواد محروس بعون الله رايح في داهيه، رايح في داهيه. يا بنت انطقي بقى. داهيه تاخدكم انتوا والعمده اللي مشغلكم. ايه حلوه. هو كان عمل لكم ايه يا ولاد الكلب؟ بقى انتوا اللي كنتوا تقعدوا تتسهروا وتتسامروا وياه وتشربوا الشاي من ايديه؟ خلاص العمده عملكوا كلاب تاكلوا في الغلابه وانتوا عميانين؟ ما يصحش كده يا منار، عيب. سيبيني يما، سيبيني اعرفهم هم ايه. اخرسي، ما
محدش هنا لا يزعق ولا يهت ولا يبت. يا بت احنا مين يا اختي؟ احنا مين؟ انتوا شوية بولخ في رجل العمدة. بولخ! نسيتوا صاحبكوا يا كلاب يا خونة؟ بولخ رسيت لبولخ. انت بولغة؟ انا سنجاب. تبقى بولغة؟ مين؟ انت يا ريس يا ريسنا تبقى بولغة؟ لا اني واقي. الريس بولغة؟ دي شتيمة شتيمة واحنا في مأمورية ميري. لا بقي معلش، دي تبقى شتيمة واحنا في مأمورية ميري. هي. مش كده يا ريس؟ ايوه شتيمة في مأمورية ميري وهتروحي في داهية. انت عارفة يا بت يا جهلة، عارفة شتيمة في مهمة ميري معناها ايه؟ ها دي معناها كبير قوي. قول لها معناها. معناها ايه يا ريس؟ قول لها. انا مش عارف. ايوه معناها ان احنا في مهمة رسمية وانت غلطت فينا، هتروحي في داهية. ما تاخذوهاش والنبي على كلامها الناشف دي، اصلها يعني خلاص خلاص خلاص، لا اصلها ولا فصلها ولا فصلها ولا اصلها. لا كده ولا كده. غفر غفر سلاح للخال فضول. انصرار غرو ده يا ده خدكو. هو محروس كان عمل ايه يام؟ كان عمل ايه يعني؟ هو الغلبان ملوش نصيب يفرح ولا يعيش مرتاح في البلد دي؟ ان شاء الله خير يا بنت، هو ربنا شايف وعارف، هو قادر على كل قادر، هو عزوة الضعيف وسند المظلوم. محروس ضاع يما، محروس ضاع.